المبادرة كانت جالسة على الدور ديال الناس اللي واقفين في الرياضة وكنحبوا الرياضة هما اللي ساعدونا في هذا الشيء. وبالنسبة لي بالمناسبة ديال اليوم العالمي للرياضة اضطرت الجمعية الوطنية للرياضة تدير فرع دار التعليمية هي الجمعية الخصوصية وكتأطر الشباب والمنتهي العالم للرياضة وكنتمناو الشباب والجمعية كتصادم الشباب ديال السجناء كتستقبلهم والشباب ديال الحرف بالمجان وكذلك كتحلب على أهداف ديال البطولة الجهوية والبطولة الوطنية والبطولة الدولية وكنتمناو على الجمعية تطلع شي ناس للبطولة الأولمبية إن شاء الله وكنتمناو هذا المجهود اللي يكون جميع الفعالين الرياضيين يساهموا فيه. تحديد هذه القاعة اللي جا اليوم العالمي للرياضة، حنا جد مصورين وفرحانين بتحديد هذه القاعة هذه اللي جا قريب للحي والدوار اللي حنا فيه ديال جامعة بنصر، دوار ولاد زياد، الناس الشباب الثانيين لهذه المبادرة هذه اللي باش يفرغوا الطاقات ديالهم الرياضية. خصوصا في رياضة الكونتاكت والكيك بوكسين كذلك لا ميسكيلاسيون يعني حمل الاثقال لا ميسكيلاسيون ديال الكوع حنا مشهورين كذلك بهذا النشاط هذا وبالمدرب الحاضر اللي هو فويز اللي معروف في دار الجداري معروف ديجا فات واحد القاعة في دار الجداري وخرج الأبطال كذلك غتكون بالمنصور مشارك تشارك في العصبة ديال الفول كونتاكت وديال الكاراتي والكيك بوكسين. الآن تنعيش واحد الفترة معينة ما نسمي بالحراك الجمعوي. هذا الحراك الجمعوي من بين النتائج ديالو هو هذا التأسيس او الافتتاح ديال هذه القاعه للالعاب ديال فول كونتاكت والبوكسين. اذا ما علينا الا ان نتمي ونبارك هذا الخطوه لان في حد ذاتها تخدم الناشئه وتخدم اطفال المنطقه. في الحقيقه انا جد مسرور بهذا التواجد هذه القاعه وتواجد الافتتاح ديال هذه القاعه. اذا ما علي الا ان اقول هنيئا لنا بالمنصور في هذا الافتتاح في هذا التنوع في الرياضات. فعلى العموم انا غادي نشير واحد المنجزات اللي تحققت في منطقه بالمنصور وخاصه ان المجتمع المدني الان يعرف واحد الحراك واحد التحرك يعني لا مثيل له. فبالامس هناك دوري كره القدم شاركت مجموعه الفرق وهي على ابواب النهايه ديال الدوري ديالها. الان دوري ديال الجمعيات ديال بالمنصور الان اكثر من 64 فريق الان استطاعت باش توحد في 6 ملاعب ودير واحد الانجاز اللي يكون واحد دوري يعني يضم جميع دواوير ومناطق جامعه المنصور. كذلك الان قاعه بالامس القريب هناك قاعه لكمال الاجسام اليوم قاعه الفول كونتاكت. اذا ما علي الا ان اتمنى وانا اقول ان هذا الحراك او هذا التحرك او هذا السرعه اللي غادي بين المجتمع المدني اتمنى المجتمع السياسي ان يلتقط الاشاره ويمشي بالسرعه اللي غادي بين المجتمع المدني لان الان كاين قفزه نوعيه لدى المجتمع المدني. نتمنى ان يبارك المجتمع السياسي هذه الخطوه ونتمنى ان نمد يدنا في جميع الفاعلين سواء كان سياسيين او اقتصاديين او مدنيين لنبارك التنميه البشريه التي نطمح اليها جميعا كمجتمع مدني وسياسي وكساكن ككل. الوجود ديالنا هنايا هو انه حسين و الافتتاح ديال الجديد اللي غادي
شاء الله يكون مستمع أفضل إن شاء الله. يعني هذا اليوم هذا تتزامن مع اليوم العالمي للرياضة وسيتم افتتاح في هذا المقال الجديد. كيف تشوف هذه الرياضة في العالم القراري؟ ان شاء الله غادي سي مصطفى بالتجربات ديالو اللي عنده تبوي بان كاين الماده الخامه اللي غادي ان شاء الله تشوف غادي يكونوا في مستوى. بغيت تحية طيبة عذرة للقناة ديالكم على هذا البث اللي كتقوموا به، فشكرا لكم. صراحة هذه المبادرة اللي طرحت فيها الجمعية، جمعية المستقبل للرياضة، هي جمعية يعني اسمها دليل على العمل اللي كتقوم به. الرياضة هي تهذيب للسلوك، الرياضة هي تهذيب للأخلاق، وبالتالي ستساهم في إعطاء دفعة قوية للجماعة، جماعة المنصور خاصة الشباب، وكذلك غادي تساهم في صقل المواهب، لأن هناك مواهب شابة بالجماعة وخاصة بالعالم القروي، فبالتالي يعني غتعطي كذلك واحد جانب قوي هنا في الجماعة. فتحية وكنتمناو لهم مسيرة موفقة، عطاء متميز لجمعية مستقبل الرياضة، وشكرا لكم مرة أخرى. جد مسرور بعد افتتاح ديجا عندنا لاصال في دار الداري وخرجنا منه أبطال، وحنا اليوم جينا لجماعة المنصور فتحنا لاصال خور فانا خرج منه أبطال، وحنا جد مسرورين بهذا اللقاء هذا وبهذا الافتتاح. كان افتتاحا مهما جدا، حنا دابا في غاية السرور. حنا دابا جينا لهاد الجامعة هذه ولقاونا بصدر مفتوح، والناس باغيين يتريدوا الرياضة وجد مهتمين بهذا الرياضة، وإن شاء الله تاني نخرجوا أبطال مد جامعة المنصور. وشكراً.